حصونا بنجمع تقييمك العمل الكبير هذه لدار المال للناس كل سوسيوس ندرس فيقسي للحافلة اللي باش تكون أسبوع وتكون موضوع على ذمة لحبيه لكل شيء. والله الحمد لله هو حلم احنا حلمنا به انا من اول ما نالونسي سوسيوس نيديس فيغسي وانه نهار نوصلوا نحقوا رغبة لحباء انه يكون نيديس فيغسي عنده ان بوس سبيسيفيك للكيب دو فوت دونك انا بيان ترافايي لاتسو حلمنا به انا 8 سنين ولا 9 سنين توا الحمد لله هو حققناه. C'est un grand travail de tout le bureau des socios et puis c'est un grand travail de toute l'équipe de MAN. Les, vraiment, on a été surpris par leur professionnalisme et par leur, sérieux. Ahna, on était très, très précis, exigeants à la, les composantes et les Haboufia. Châssis, donc, toutes les composantes dans le bus sont importées. لكن اليد العاملة التونسية هي اللي ركبتها وخرجتها بالطريقة هذه. أبار لو أبار لا كاركاس اللي هي مصنوعة في تونس مي باقي كله سي دي برودوي امبورتي سبيسيفيك بور ليكيب بور اون ايكيب دو فوت. هذا سي ان بروجي كي نوزا كوتي 377,010 دينار. خلصناه كله و c'est un projet اللي معناتها باش نحاولوا ندعموا به ليكيب ماتيو بزيد راحة للليكيب سينيور تاع نيديس فيغسي سورتو في لي ديبلاسمون تاعهم. c'est un projet اللي احنا خمنا فيها كيما قلت لك عنا برشا واليوم حققناه الحمد لله. سليم حابة ديريكتور برودوي الفابوس. اولا مرحبا بكم في الفابوس تونيزي. الحافله هذه اول اكسبيريونس بالنسبه لي احنا ان اون ديفلوب ان برودوي اللي تخدم سبيسيفيكاسيون سبيسيفيكمون لي كليون تاعنا اللي هو سوسيوس سي اس اس. طلب برشا وقت باش حصل لمدنا الافكار كلها باش نوفروا الظروف كامله راحت لي جوار وستاف تكنيك نتاع السي اس اس. امنا مسوسي كوميرسيال الفابوس. اول حاجه ساعة نشكروا سوسيوس سي اس اس اللي هي عطاتنا الفرصه هذيا باش نحكي ونعملوا برودوي كيف هذا ان بو سبيسيال تري سبيسيال معناتها مش حتى ان بو سبيسيال وعطاتنا الفرصه باش نتعاملوا مع لي زيكيب سبورتيف نتاع تونس. اي با الكواليس بدات دوبوي معناتها من اول العام معناتها فيفريي بدينا في لي كونتاكت مع السوسيوس مع سي حسونة كل يوم في لي بري في لي سبيسيفيكاسيون تكنيك معناتها كانت ان بو سبيسيال كانت السوسيوس معناتها حبوا يخرجوا من معناتها كانت عندهم الفرصه باش يجيبوا برودوي من برا لكن هما عطاو ثقه في صنعنا في تونس وفي البرودكسيون تاعنا في تونس وهذه هديه لينا كاحنا الفابوس قبل ما تكون للسي اس اس والجمهور السي اس اس.